كتابة مقالة أو بلوك بوست باللغة الإنجليزية والفرنسية، يعني اللغة الأجنبية، وكذلك باللغة العربية، ولكن باعتماد السيو أو تحسين الدور في محركات البحث بطريقة رائعة وسهلة وبخطوات أعتمدها أنا شخصيا أريد مشاركتها معكم. إذن مرحبا بكم في قناة لون ويد كيمو، نتمنى أن تشتركوا في القناة وتنشروا الفيديو مع أصدقائكم. إذن هذا هو موضوع هذه الحلقة. أول حاجة نريد مثلا، لدينا مدونة على سبيل المثال، سواء في النيتش الإنجليزي مثلا أو النيتش الأجنبي عموما، أو حتى في يعني مدونة عربية، ونريد كتابة مقالة جديدة في موضوع يعني حصري ومتداول هذه الأيام، ولكن لا نعرف الطريقة ولا نعرف الخطوات التي يمر من هذا المقال لكي يظهر لنا في نتائج والصفحات الأولى من نتائج البحث في جوجل وغيره من محركات البحث. إذن قبل أن نبدأ أريدكم أن تتابعوا هذا الفيديو حتى الأخير كي تعموا الفائدة. إذن قبل أن نبدأ أريد أن أشارك معكم سبع الخطوات التي أعتمدها أنا شخصيا في كتابة مقالة جديدة يعني من الصفر from scratch. أول حاجة هي search keyword topic. سنقوم بالبحث عن search keyword topic. ما يجب عليك القيام به هو أن تذهب إلى هذا المكان سواء في أي متصفح تعمل عليه، وفتح new private window أو لا ما يسمى بالمتصفح الخفي. إذن ستقوم بالذهاب إلى جوجل، محرك البحث جوجل، الصفحة الرئيسية، وهنا سنقوم باعتماد تقنية لا مجانية، يعني سنقوم باختيار موضوع أو كلمات دلالية عليها بحث ومطلوبة ومتداولة في هذه الأيام. مثلا سنكتب مقال حول كيف يمكنك مثلا تعلم شيء أو how to، يعني هذه الاقتراحات هي الكلمات الدلالية الأكثر بحثا في جوجل. سنقوم بمثلا نفترض أن مدونتنا حول مجال الكلاب، مثلا نصائح حول تربية الكلاب وأنواع الكلاب ومثل هذه الأمور، يعني الدوغز، نيتش الدوغز. سنقوم باختيار إن ظهرت لنا أي دلالة حول هذه الكلمة، إذن ليست موجودة. سنقوم بتقريب هذه الكلمة الدلالية أكثر إلى النيتش الخاص بنا، how to train مثلا، كيف تقوم بتدريب. كما تشاهدون فهاو تو ترين يور دراغون لديها اكثر يعني عليها بحث اكثر من دوغ، ولكن سنقوم بالعمل على دوغ، فهو في الاخير مع انه ظهر لنا في هذا المكان، يعني يكفي انه ظهر لنا في هذه المقترحات، هذا يعني انه مبحوث عن هذه الكلمه الدلاليه. سنقوم بالضغط عليه او فقط كتابته هاو تو ترين يور دوغ فور اكزامبل، وتترنيو دوغ ات هوم، على سبيل المثال ات هوم كما تشاهدون. ات يستحسن ان تاخذ يعني كلمات او عنوان من هذه الاقتراحات العلويه، ولكن نحن سنقوم بشرح هذه المساله ل هاو تو ترين يور دوغ ات هوم. اوكي، سنقوم بالبحث عن هذا الامر. بعد ان قمنا بالبحث عن هذا يعني عن هذا الكيورد كما تشاهدون، في الصفحة الأولى ظهر لنا هاد how to house train a dog, how to care for a train a dog for five essential commands. okay. سنقوم بالضغط على كنترول في الكلافي والضغط على هذا الموقع الأول، هذه نتيجة البحث الأولى. بعد ذلك نأتي للأسفل نضغط على عدة نتائج بحث هنا، كذلك هذا الفيديو، كذلك هذا وهذا، يعني كما تشاهد open sources، يعني هذه مصادر المعلومات، لأننا لا نعرف شيء عن هذا الموضوع، ولكن سنستعين بأخذ استنباط أفكار من هذه الأشخاص الذين لديهم يعني معرفة في هذا المجال، وسبق لهم أن كتبوا مقالات ناجحة في هذا المجال. يعني أنصحك باختيار المصادر من الصفحة الأولى، اختيار المصادر من الصفحة الأولى open سوكسس. إذا كما تشاهد فالآن قمنا بتجاوز المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. لدينا الآن المرحلة الثالثة وهي choose a title أو اختار عنوان. سنقوم نحن باختيار عنوان لمقالتنا.
إذن نحن نكتب الآن مقالة في يعني في هذا الكلاسيك إديتور هنا في ووردبريس. إن كنت تعمل على بلوغر فنفس الشيء، لا إشكال ولا اختلاف. المسألة تتعلق بطريقة كتابتك للمقالة وكذلك بلغتك التي تعتمدها في المقالة. إذن والموضوع الذي اخترته، أما المنصات فلا اختلاف في ذلك. إذن الموضوع العنوان الذي سنختاره من الأحسن أن يكون أقرب إلى أولى نتيجة بحث. كما تشاهد هنا فلدينا هنا سنقوم بأخذ هذا يعني هذا الكيورد التي بحثنا عنها في هذا المكان، نأخذها إلى التوبيك الخاص بنا أو يعني هذا البلوك نوت الخاص بنا ونضعها هنا. How to train your dog at home. سنقوم بإضافة بعض الكلمات لكي يعني لكي نكبر العنوان قليلا ولكي ندخل كلمات أخرى. How to train your dog at home على سبيل المثال سأقوم بإضافة هنا just at home، just يعني فقط في المنزل، like a professional. إذن ها هو موضوع عنوان مقالنا، How to train your dog like professional. جيد، سنقوم بأخذ هذا العنوان ووضعه في عنوان التايتل الخاص بالمقالة الخاصة بنا هنا. ده نحن الآن وجدنا عنوان مناسب للمقالة الخاصة بنا. ننتقل إلى الخطوة التالية. الخطوة التالية هي رقم 4، choose sub headings أو ما يقصد بالعناوين الفرعية. إذن هذه العناوين الفرعية هي مسألة مهمة في عندما تكتب مقالات. من الأحسن دائما أن تعتمد على عناوين فرعية لأنها تساعدك على رانكين أو على رفع مستوى ظهور مقالتك في جوجل في محركة البحث. إذن للبحث عن سب هيدينغز هذا النيتش أو هذا أو هذا أو هذا الكيورد، إذن ما علينا القيام به هو الذهاب إلى تلك النوافذ التي فتحناها من قبل، تلك المقالات. كما تشاهد هنا هذه مقالة من طرف هذا الموقع sisarsway.com. سنأتي إلى هنا سنجد أنهم استخدموا هذا السب هيدينغز. كما تشاهد فلدينا هنا أوامر، يقول 5 أوامر يمكنك أن من الضروري أن تعلمها للكلب الخاص بك من أجل تنفيذها فقط بنفسك، يعني leave it stay down. سنأخذ هذه الكلمات لأننا سنحتاجها. سنقوم بوضعها في هذا المكان من أجل أن مثلا عفوا اوكي مثلا سنقوم بإعطاء هذا السب هيدين بمثلا 5 important على سبيل المثال 5 essential or essential orders. هذا هو الصبيدين الأول. سنقوم بكتابة واحد على سبيل المثال هنا أوكي. ثم بعد ذلك سنقوم بالذهاب إلى المقالة الثانية How to train your dog. أوكي، لدينا هنا أنهم قاموا بإعطائك مقدمة Are you ready to start training your dog or puppy proper training and socialization or are among your dog. أوكي، هذه هوك أو ما يسمى بالمقدمة التي تجذب القارئ من أجل إتمام المقالة أو تسمى كذلك بذا هوك. إذا نأتي إلى هنا نجد أنهم استخدموا سب هيدين هاوس تريننج أند كرات تريننج. إذا غالبا عندما تبحث عن موضوع جديد ستجد أن أغلب الفوكابيولاري أو المفردات غريبة عنك، وبالتالي يجب عليك دائما استخدام جوجل ترانسلايت من أجل شرح ماذا يقصدون بذلك الكلام، لأنه ليس من الضروري أن تعرف كل الكلمات، لأنه ليس مجال يعني في تخصصك.
ولكن يجب عليك أن تتأقلم مع الوضع ويعني تحل تلك المشاكل. أوكي، إذن سننتقل إلى الصفحة الثاني. استراتيجية هي أننا نحمل نأخذ مثلا عنوانين من هذه المقالة ثم عنوانين من هذه المقالة. What are the benefits of train my dog؟ أوكي، هذا عنوان جيد، سنقوم بأخذه ووضعه في يعني في البداية. ثم how dogs learn، هذا جيد كذلك، سنقوم بأخذ هذا العنوان ثم وضعه في مثلا هنا. أوكي، سنقوم ب يعني عدم ترتيبهم كما كانوا كما هم في هذه المقالة الأصلية، يعني سبهيدين من كل مقالة حتى جوجل لا يقدر أنه أن يعرف كيف، على أن يعني أننا قمنا فقط بأخذ العناوين من مقالات أخرى. إذن هذه ستكون مقالة رائعة من أجل استنباط بعض الأفكار وبعض المعلومات. سنقوم بأخذ هذا الصبهيدين teach him on dog time. أوكي، discourage him، سنأخذ هذا ثم هذا يكفي. فقط سنقوم بكتابة مقالة من 1000 كلمة تقريبا أو أقل بواسطة استخدام هذا 5 سبيدينغ. إذن في العنوان الأول سنحتاج إلى، سنأخذها إلى المحرر الخاص بنا، خاص بووردبريس، موقع الخاص بنا، ثم سنضعها هنا. إذا أنا قبل قليل كتبت هذه المقدمة من أجل فقط توفير الوقت عليكم، لأن الفيديو لا أخشى أن يعني يكون طويل. إذن هنا سنقوم باختيار هذه العناوين، يعني كما تشاهد فهذه هي المقدمة، هذه هي المقدمة وهذه هي العناوين. سنقوم بإعطائه هيدين 3 على سبيل المثال، هيدين 3، ثم هذا كذلك سنقوم بإعطائه هيدين 3، ثم هذا how dogs learn، هذا هيدين 3، ثم هذا. إذن من اللازم أنه من الضروري أنه يجب علينا إضافة بعض الكلمات لهذه العناوين كي لا نخالف قوانين جوجل. What are the benefits of training my dog؟ نضع على سبيل المثال my pet. عند هنا what are what are the benefits of training my pet by myself for example by myself. هنا most 5 essential orders how dogs train how dogs can be good learners for example. يعني نقوم بإضافة بعض الكلمات حتى يكون محتوى خاص بنا. teach him to come when called، teach him how to come when called from from you for example. to come. okay، to come. سنترك هذا العنوان لأنني لم أجد كلمات تكفي لتغييره. discourage him for beating or napping. نفترض أنك لم تفهم هذا الكلام، سأذهب إلى جوجل ترانسليت وقم بتقريب المعنى حتى discourage him for beating or napping، العد والقدم، discourage. هنا سنضع your dog. اوكي، سنقوم باخذ هذا الكلام
هذه هي السابيدينغ الخاصة بنا. أنصحكم باستخدام هذه الأداة وهي جرامارلي، وهي إكستنشن خاصة بمتصفح سواء جوجل هوم أو موزيلا فايرفوكس، تساعدك على تصحيح الأغلاط الخاصة بالتركيب يعني الجرامر، لأن ليس من الضروري أن يعني تذهب حتى تتعلم لغة معينة حتى تبدأ بكتابة المقالات أو الاشتغال على الإنترنت. يجب عليك أن يعني في طريقك لتعلم تلك الأشياء يجب عليك أن تشتغل، والاستعانة بمثل هذه الأدوات يسهل العملية. أوكي، الآن حصلنا على عنوان للمقالة، عنوان فيها كلمة دلالية يعني يتوافق مع متطلبات السيو، ثم ما مقدمة للمقالة خاصة بنا، ثم السبهيدينغ. إذن هذه المسائل هي المهمة، ماذا يجب عليك أن تقوم به؟ إذن المراحل التالية هي write a paragraph with active voice. يجب عليك أن تذهب لكل عنوان من هذه العناوين يعني من هذه العناوين الفرعية وتبحث عن تقوم بكتابة فقرة، ولو استغرقك الأمر 3 ساعات أو ساعتين من أجل كتابة مقالة خاصة بك فهذا جيد. إذا نذهب إلى مثلا هذا العناوين set كام هذه الأوامر، تأخذ هذا الكلام تقرأه قليلا ثم تحاول ترجمته إن لم تكن متمكن من الإنجليزية بشكل كبير، وتأخذ خلاصة عنه وتكتبه في هذا المكان في مدونتك. إذا جميل، كذلك تفعل نفس الشيء بكل هذه العناوين. ستقوم بعد ذلك باحتساب عدد الكلمات التي لديك. أنصحك بأن يكون مستوى أكثر من 500 كلمة فما فوق. تقوم بتحميل إكستنشن اسمها وورد كاونتر سواء في موزيلا أو جوجل كروم. وورد كاونتر، تقوم بتحديد هذا الكلام هذه الكتابة ثم تضغط على وورد كاونتر، تجد أننا فقط يعني كتبنا بعض الأشياء، وصلنا إلى 104. إذن يمكننا الوصول إلى أكثر من 1000 إذا فقط كتبنا بعض الفقرات وبعض الكلام الجميل حول هذه الأمور. إذن نذهب الآن إلى المرحلة. أوكي، هذه المسألة مهمة. Add links to good quality websites. ماذا يجب عليك أن تقوم به؟ وأنه يجب عليك أن تربط هذه المواقع التي ظهرت في محركات البحث الأولى وكذلك هذه الفيديوهات التي يعني حصلت مشاهدات كبيرة، يجب عليك أن تربطها مع المقالة الخاصة بك. وذلك كيف؟ مثلا نفترض أن هذا How to train your dog، سنقوم بأخذ هذا الرابط وذهب إلى المقالة الخاصة بنا. مثلا نفترض أننا كتبنا في البداية هنا How to train your dog، مثلا training your dog، سنقوم بوضع هذا الرابط هنا، فقط بتحديد هذه الكلمات والذهاب إلى insert or edit link، ثم وضع رابط، ثم الذهاب إلى link options، ثم اختيار open a link in a new window كي update. هذه المسألة لماذا؟ رغم أنك ترسل الشخص إلى موقع مختلف عن موقعك وليس موقعك، ولكن هذه المسألة تساعد مقالتك على أن تكسب احترام يعني وأن تكسب ثقة محركة البحث، لأن فيها روابط لمواقع كبيرة ومواقع قديمة جدا. إذن هذا في حالة موقعك جديد على الانترنت ولم يحصل بعد على ثقة جوجل. أوكي، هذه المسألة يجب عليك أن تقوم يعني فقط 5 روابط أو 4 روابط تكفي في مقالة. كما قلت لك، تبحث عن صور أو ميديا تضيفها إلى المقالة الخاصة بك، وهذا يجعل المقالة الخاصة بك أكثر احترافية وأكثر قبولا من طرف جوجل وكذلك من طرف القراء. تذهب فقط الى المواقع التي توفر الصور المجانية مثل بيكسابل، تضغط على دوغز مثلا، ثم تأخذ بعض الصور القريبة الى المقالة الخاصة بك من ناحية الموضوع، ثم تحملها الى المقالة الخاصة بك. وانصحك باستخدام صور من حجم هذا الحجم يعني هذا الحجم 1280x853 يعني من اجل ان تكون سهلة في التحميل. إذن يعني أعتقد أن هذا هو كل ما يوجد في هذه المسألة. فقط بتدربك على هذا الأمر سيعطي نتائج وسيحسن مستواك في كتابة المقالات. ويعني أنصحك بالاستمرار إن بدأت موقع أو مدونة، فهذا في البداية يكون غير محفز وتكون عدد الزيارات ضعيفة جدا وغير محفزة للاستمرار، ولكن أنصحك بالاستمرار لأن هذه المسألة ستعطيك نتائج فيما بعد.
لأن أكثر من 3 أشهر، يعني من 3 أشهر إلى 6 أشهر يستغرقها جوجل من أجل أن يقوم بأكشفة موقعك وإظهاره في محركات البحث بشكل كامل.